29/12/2013 مدينة الرستان. هذه هي كتيبة الهندسية التي تقع شمال مدينة الرستان والتي تقوم بقصف المدينة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة. وبالرجمات الصواريخ وقذائف الهواء أيضا. هذه هي الكتيبة المتمركزة شمال هذه المدينة. هذه إحدى مهاجع عناصر الكتيبة. هنا تتمركز آليات القصف خلف هذه السواتر. وتقوم بالتغطية لهذا المشفى المحتل أيضا من قبل هذه الشبيحة التابعة للنظام. هذا هو المشفى. هذه المحارس على أطراف هذا المشفى. التي يتم من هذه المحارس عمليات القنص باتجاه الرستان. أيضا لا ننسى الطريق الدولي المقطوع من قبل هذه الشبيحة الواصل بين حمص وحماة بسبب تمركز هذه الشبيحة على أطراف الطريق وبداخل هذه الكتيبة. 29/12/2013 الرستان.